او كده فانا موت. يا جماعة هايكس كروز الجيم ده يا جماعة بنلعب فيه روكت لانشر بس ما بنلعبش بحاجة تانية. ثانية عاوزين نظبط حاجة. ان شاء الله يا جماعه هجيب الكاميرا بتاعت البلاي ستيشن. ده يا جماعه ايميلي اللي كان فيه السكرينات، بس الايميل صاحبي يعني غير الباسورد بتاعه، ف هيحاول يديهولي لو افتكر الباسورد عشان هو نسيه. طبعا يا جماعة رقص اجيب 100 في باك. انا عاوز ابيع، انا عاوز ابيع رقص لو ينفع هبيع دلوقتي. ايوه زي ما انا كنت متوقع. يلا بينا نلعب الجيم النهاردة. لا جيم النهاردة مش، لا مش لايقة الصورة دي، احط صورة تانية عشان يبقى لايق. انا مش عارف بقى هما هينزلوا فين صحابي وكده، فهنشوف دلوقتي. انا بعد كده يا جماعة اخري هعمل فيديو يبقى ساعة. ايوه هننزل فين يا رب؟ بيقول يا جماعة ان
في مدينة هتبقى مدينة حاجة اسمها مدينة باتمان، حاجات كده يعني. انا الفرقة ما بتعرفش تلعب يعني، انا ما شفتش كده. انا بس لو واحد من صحابي فتح. طبعا يا جماعة جي تي ايه ده بيتعمل لها ابديت، يعني لما يتعمل لها الابديت ان شاء الله يعني هلعب لكم جي تي ايه اونلاين، عشان احنا ايه خلاص انا اشتريت البلاي ستيشن، اشتريته يا جماعة بدل باربعة يورو اشتريته باتنين جنيه مصري. حد شاف كده حاجة باربعة يعني؟ بصوا حاجة باربعة يورو تتباع باتنين جنيه مصري، مش فاكر يعني الايميل اللي في البلاي ستيشن بلس لو انا عاوز واحد يعني، الواحد ب بش ب باتنين جنيه من الاخر كده. يلا بقى خلص بقى. بصراحة عجبتني فهلعب تاني. طبعا اصحابي معظمهم قربوا خلاص يخلصوا الباتل باس، يعني اصحابي معظمهم هنا كده او هنا يعني، قربوا خلاص يخلصوا الباتل باس. في واحد اشترى عنده دي قرب يجيب ده. نسيت اغير الصورة. الجيم هيبدأ. ايوه تلتد، الله عليك يا اسطى تلتد تلتد تلتد، دي بلد الحب. طب انت نزلت، انت نزلت
يا لهوي، انا هنزل هنا انا روكت. لا هو نزل، احنا نختار مكان تاني. نخش تلات جيم، انا عجبتني اقسم بالله، حلوة قوي. هنخش المدينة اللي انا برقص فيها رقصة التاكو دي. تن 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 تن. ايه ده؟ ايه ده؟ في واحد بيتفرج. كاتب لي بيقول لي هلو. كتب لي كومنت تاني بيقول لي انت عندك الشاشة لونها اسود. لا ممكن يبقى ده عيب نت بقى، لو انتم مش عارفين تشوفوا ده كده عيب نت.
ملجلج 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 تمام. يعني الستريم يا جماعة بيعمل لاج زيادة على الجيم بلاي. انا مش شايف اي حد في بليزن بارك، فننزل احنا بليزن بارك. اول مرة اشوف يعني ما فيش حد نازل، ولا حد نزل بليزن بارك. لا يعني مش في نفس البيت، يعني حرام في حد تحتيه في نفس البيت معايا، قصدي في نفس البيت. الله عليا، خلاص كده خلصنا الفيديو النهاردة يا جماعة. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب.